هقول لك 3 أسامي ستات، وأنت تقرر تسافر مع مين وتقتل مين. حلو قوي السؤال ده، أنا هبقى ألعبه مع ضيوف تانيين بعد إذنك. ماشي، تسافر مع مين وتقتل مين وتحب مين؟ ما بلاش تقتل، تخليها صاحب صداقة، يعني مين يبقى صديقك ومين يبقى حبيبك؟ أقتل مين؟ أنا عايز تخلص من يعني عايز حاجة فهم. حاجة ما يبقى مين؟ يبقى قول لي أنت تاني. تسافر مع حد؟ تسافر مع مين؟ تحب مين؟ تحب حد وتقتل حد. إلهام شاهين إلهام شاهين وليلى علوي ويسرى. إلهام شاهين، ليلى علوي ويسرى. يا لهوي، أنت هتخليني أقتل حد من جمالات السينما. ده. ما هو ده بقى. أنا حامل هم هقتل مين؟ دي صعوبة، أنا دايماً بيبقى حاصل كده. بص 100% هحب يسرى. آه طبعاً. انسى. هتبقى حبيبتي وصديقتي وكل حاجة عسلية. وهسافر مع إلهام وقت الليلة. منى شلبي، منى زكي، هند صبري. طبعاً هسافر مع منى وأحب منى. اخف هند تبقى منظمه عليا زياده عن اللزوم، هتتعبني فهقتلها. سؤال سؤال ده قاسي قوي يعني، من هنا لهنا يعني، دي هتسافر بتحضر شنطتها والتانية هتعيش قصه حب ودي هتتقتل يعني. ده سؤال لذيذ قوي. اتفضل 3 تانيين. تعالى نرجع ورا بقى شويه. خد راحتك. سعاد حسني، فاتن حمامه، ناديا لطفي. ما تبدلش ناديا لطفي بهند عشان احبك واديك اجابه حلوه. ماشي. بص هتموت فاتن حمامه، انا واخد بالي. انا في الثلاثة دول لما اجي احب هختار فاتن. يا راجل فجأة فعلا. انا قصصي ما بتكملش، فغالبا هي هتسيطر عليا لدرجة ان القصة هتكمل، يعني هخاف اسيبها. فهمت؟ فهحب فاتن وهسافر مع هند. هتبقى دي سفرية العمر، لان دي احلى انثى في تاريخ السينما المصرية في رأيي. طبعا. فاهم الفكرة؟ طبعا. فانا هسافر مع هند. مش عارف احبها لاني هغير عليها، هيبقى فاهم صعب. هيبقى صعب قوي يعني، فاهم؟ مصر كلها ماشيه، هبقى مش عارف، هبقى وحش. مصر كلها سافر وراك وسافر هتضوء عليا، فاهم؟ يعني هنهار صحيا بسببها. هتموت سعاد حسني يا عمر. بص لازم يجي حد في وقت يكسر فانا قلت اجي اكسر. بالظبط. فاهم؟ جيت اعمل حاجه مش مألوفه. بالظبط كده يعني، انا قلت لها فاتن حمام طبعا، اصل فاتن هي الوحيده اللي ايه، مفيش يعني. انا هغير اصلا، ما سافرش معاها. لا ما طبعا ولا تتجوزها برضو يعني، هتبقى جد غالبا ايدي مش هتجيب وانا بقتلها. فاتن شخصيتها قويه، تلاقيني بلعش معاها. اديك انا 3، مديحه كامل ونبيل عبيد وناديه الجندي. هتقتل ناديه هشيلها، لو هتقتلها من دلوقتي هشيلها. لا بالعكس، يعني انا كنت هقتلها حالا. لو انا في مكانك، انا نادية بره حلو. انت جبت لي الاثنين الاولانيين يعني لا يقاوم. خلاص يبقى ميرفت امين الثالثه. يا نهار اسود. هتجوز مديحه؟ تتجوز مديحه يا سلام. وسافر مع بلبوله؟ وسافر مع بلبوله. انا اسف وموت ميرفت امين. هتموت ميرفت؟ هعمل ايه طيب؟ الديفنس اما وقعت صغيره ولا دلوقتي؟ انا متضايق جدا يا بيكو. هعمل ايه ده، انا على عيني انا كمان جداً. بس اصل انت كمان بتقتل الصاروخ. اصل مديحه كامل دي بالنسبه لي ده اللي صاروخ، اللي كلهم كانوا صواريخ. اقتل نبيله. قلت البلبله؟ لا ما اقتل نبيله. هتسفرني السفر يا جماعه، انقذوا ميرفت. هتضحكني بالسفريه وبتاع دي السفريه دماغي. ضحكتها دي جميله. عائشه الكيلاني، بدريه طلبه، ايمان السيد. تحب مين؟ تسافر مع مين؟ تقتل مين؟ ليه كده؟ يعني ممكن اسافر مع الثلاثة بس. لا لا. اسافر مع لا اسافر مع بدريه. انت تحب تضحك في السفر. واتجوز ايمان واموت عيشة الكيلاني. تختار لي دور ايه اعمله في تاريخ السينما؟ ابقى الاقي عليه من وجهه نظرك. الحاجات اللي احنا عارفينها. الحاجات المشهوره في تاريخ السينما. اختار لك دور حسن يوسف في كل افلام الثلاثات. مع ان انا اطول منه بس انا فهمت. معلش على الروح. بجد. بالروح. حسن يوسف ده ادوار لذيذه قوي. جدا. يعني ده عمل مكتبه لطيفه في الوقت ده. حلو ماشي موافق. احنا هنلعب بقى فيلم تاني. ايوه. احنا هنبوظ كاست سهر الليالي. يا سلام. حلو هنخليه كوميدي بس، واحنا بقى ايه، انا جايب لك احنا في رمضان بقى، ما ينفعش. لا ما ينفعش. انا عايز اقول لك من زمان جدا ما اكلتش خشاف. بجد ده بقى خشاف بيتي من بيتنا، ويعني انت مش فاهم. بالحب، هو معمول بالحب. حلو. وكنافه بالمهلبيه، ذوق منها حته. نعم. استنى يلا بينا. بالظبط. انا كمان برضو انا سنة يمين. فيلم سهر الليالي. مش هعتذر لصناع العمل لان هو معايا. بيدي لا بيدي يا عم. تعالى نبدا بالثنائي بتاع شريف منير وعلا غانم.
مصطفى خاطر، وهي مين بقى يا سيدي؟ نسرين امين برضو. ونسرين امين. مش مين بقى مكان فتح ابواب ومنى؟ ممكن مين؟ انا شايف طهر ابو ليلى. لا انا طهر ابو ليلى كنت خليه علي من الناس كويسين لو سمحت، خلينا بالله. انت ليه حرقته؟ ليه حرقته؟ خلاص خلينا في علي بقى. يبقى هو طهر ابو ليلى علي. مين بقى؟ جيهان فاضل. جيهان فاضل. ما ناخد ايمان السيد مثلا. ما انا هتعمل دور عمرها. لا بس انا كنت محوش بدريه برضو، بس يعني كنت ممكن تبقى بدريه جدا. براحتك انت، بدريه جدا. بدريه طلبة. يبقى طاهر وبدريه. عشان كمان على الحصان وبتاع هيبقى فيه شغل. وكت عليه وهو بيقول لها تشوف. اجيب لك انه بقره. عايزه انه بقره اجيب لك. مين حلمي وحنان ترك؟ طيب حنان ترك علا رشدي خلاص. وداود. وداود. كاستنج ممتاز. دمرت فيلمك حقيقي. مش بقولك بايدي. كت بدون فرصه ناكل.